النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. عقدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالشراكة مع مايكروسوفت وثينك سمارت للتطوير والتدريب ملتقى تعزيز تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي 2023، والذي تم خلاله استعراض أبرز جهود القطاع العام بمملكة البحرين في مجال التحول الرقمي وتكريم مجموعة من الكوادر الحكومية التي حظيت بفرصة التدريب ضمن برنامج فرصتي الذي أطلق في عام 2019 بالتعاون بين الهيئة ومايكروسوفت وثينك سمارت، وهو بمثابة منصة رئيسية لتنمية المهارات الأساسية للموظفين الحكوميين، والتي أسهمت في تزويدهم بالمعرفة والخبرة اللازمة في المجال التقني وتمكينهم من تقديم المبادرات القائمة على الإبداع والابتكار. برنامج فرصتي يمكن يهيئ الكوادر الوطنية في مجال التقنيات الناشئة المتعلقة بالحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وكيفية التعاون مع هذه التقنيات الناشئة. هناك متطلب كبير من الكوادر الوطنية أن ترفع مستواها في هذا المجال أساس نستطيع أن ندعم عجلة التقدم الاقتصادي في مملكة البحرين. اليوم لله الحمد اشترك في البرنامج أكثر من 156 متدرب، ولله الحمد 90 منهم حصلوا على شهادات احترافية. ماضين إن شاء الله في هذا البرنامج مع شركائنا من مايكروسوفت وشركة ثينك سمارت لتقديم كذلك برامج جديدة في تقنيات جديدة، ونتمنى كذلك من هذه الكوادر الوطنية أن تواصل عطائها بنفس المستوى. البرامج يأتي ضمن برامج مختلفة كثيرة خلال الفترات الماضية، وإن شاء الله هناك الكثير من برامج قادمة بإذن الله تعالى، ولكن يمكن أهمية هذا البرامج أنه كان هناك كثير من التقنيات الحديثة الموجودة، نتكلم عن سايبر سيكوريتي، عن الذكاء الاصطناعي، نتكلم كذلك عن مايكروسوفت 365، عن الأجور، فالتقنية وصلت تقريبا إلى كل تقريبا الجهات الحكومية الموجودة في مملكة البحرين. إذن يجب أن ترتبط بالجهة الأخرى بمهارات، يجب أن تكون هناك مهارات حقيقية صحيحة تساعدنا أنه بالفعل أنه هذه التقنية تستغل يستفاد منها، وإلى بحيث تكون في نهاية الأمر مفيدة للمستخدمين كالوزارات وكذلك لمايكروسوفت. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية على هامش فعاليات قمة المناخ كوب 28 في إمارة دبي مذكرة تفاهم مع شركة سكاتيك ASA النرويجية لتموين السفن بالوقود الأخضر في شرق بورسعيد بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار. وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المذكرة تشمل الاستثمارات الخاصة بتوليد الطاقة النظيفة بحجم إنتاج يصل إلى 100,000 طن من الميثانول الأخضر سنويا بحلول عام 2027، فيما تبلغ طاقة المحلل الكهربائي 190 ميجاوات بالاعتماد على 317 ميجاوات من طاقة الرياح و140 ميجاوات من الطاقة الشمسية. أعلن البنك الدولي عن حزمة تمويل طموحة لمساعدة الأشخاص في البلدان النامية على الصمود بشكل أفضل في مواجهة تداعيات تغير المناخ، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ كوب 28 في إمارة دبي. ويسعى البنك الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة تغير المناخ والقيام بذلك بشكل أسرع، حيث خصص 45% من تمويله السنوي للمشروعات المرتبطة بالمناخ للسنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو 2024 إلى 30 من يونيو 2025، وستنفق مجموعة البنك الدولي أكثر من 40 مليار دولار بزيادة حوالي 9 مليارات دولار أكثر مما كان محدد في برنامجه التمويلي السابق. والآن نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.